اللجنة الفنية للحوار الوطني تقترب من إنجاز المهمة الأصعب بنظر المراقبين، وتوشك أن تتفق بشأن تعيين نسب تمثيل القوى والأطراف التي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديد مهمات هيئات مؤتمر الحوار. حلول معولة وآمال معلقة على الحوار الوطني، كونه بوابة عبور اليمن إلى مستقبل أفضل الذي يكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم. عقدت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعا تناول استكمال مناقشة القضايا المتبقية بشأن التمثيل ومعايير المشاركة الواسعة في المؤتمر. استكملنا نقاش المعايير العامة للمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والحمد لله نحن الآن على وشك إقرار آخر نقطة فيها بعد لحظات، وسننتقل مباشرة إلى إقرار المعايير الخاصة بالمجموعات الغير مهيكلة، الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني. ما هي المعايير التي سوف تعتمد لإقرار المشاركين عن هذه المجموعات؟ اللجنة شرفت على الانتهاء من تحديد مهمات هيئات المؤتمر، وأهاب أعضاء اللجنة أفراد المجتمع اليمني أحزابا ومنظمات على إنجاح المبادرة الخليجية وفق آليات التنفيذية المزمنة باعتبارها الحل الذي يسير بالجميع نحو التسوية السياسية والأمن والاستقرار. هذه الأزمة تهدد اليمن وتهدد الشعب اليمني، إنه إذا لم نحاول إلى قواسم مشتركة من الوفاق على الخروج من هذه الأزمة فالهاوي أمامنا هذا. اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من مهمات موكلة إليها ورفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية حول ما تم إنجازه من مهمات التي تمهد الطريق نحو عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.